في هذه الليالي العظيمة تهفو قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى إدراك ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة جليلة بحسناتها وأجورها وفضلها. قال فيها سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هي ليلة خص الله سبحانه وتعالى فيها أن ينزل القرآن، هي ليلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بداية النور والعظمة، فحري بالمسلم أن يتحرى هذه الليلة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرصوا على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الليالي الفردية من هذه الليالي. احرصوا أن يبدأ عبادتكم وصلاتكم وذكركم لله سبحانه وتعالى من غروب شمس كل ليلة من العشر الأواخر حتى طلوع الفجر، صلاة وقيام واعتكاف وتلاوة للقرآن وصدقة واستغفار وبر للوالدين. يا ليلة القدر تشتاق النفوس إليك، يا ليلة القدر صحفنا تحتاج حسناتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رمضان طريقنا نحو الجنة.